في الحصة السابقة تعرفنا على كيفية الإعلان عن المتغيرات في مختلف أنواع البيانات وشروط التسمية. تعرفنا أيضا على كيفية طباعة النص في شاشة الكونسول. تعرفنا أيضا على كيفية إعطاء القيم للمتغيرات. تعرفنا على كيفية إيقاف شاشة الكونسول، على كيفية كتابة التعاليق، ولكن التعاليق الأحادية فقط، يعني الموجودة في سطر واحد. إذا أردنا أن نكتب تعليق في أكثر من سطر فالطريقة كما يلي: اكتب باكسلاش ثم نجمة ثم النص الذي نريد كتابته، لنستيف مثلا ملتي لاين كومنت. بعد الانتهاء نختم بنجمة باكسلاش. هذا تعليق متعدد الأسطر كما لاحظتم إخواني، وهذا تعليق أحادي الأسطر. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية الإعلان عن الثوابت، لكن قبل ذلك دعونا نتعرف على ماهية الثوابت. الثوابت هي مثل المتغيرات من حيث الدور، ولكن الفرق هو أن قيمة الثابت تبقى ثابتة وغير قابلة للتغيير أثناء تنفيذ البرنامج runtime. حينما يكون البرنامج منفذا لا يمكن أن نغير قيمة الثابت، والإعلان عن الثوابت يكون باستخدام الكلمة const هكذا const ثم نوع الثابت مثلا int my number ثم نعطيه قيمة 3 مثلا. الآن قمنا بالإعلان عن ثابت من نوع رقمي قيمته 3 مثلا const string name يساوي كريم. هنا قمنا بالإعلان عن ثابت نصي اسمه name خزننا فيه القيمة كريم. هذه هي طريقة الإعلان عن الثوابت، استعمالها شبيه جدا باستعمال المتغيرات. سوف نرى أيضا في قراءة القيم المدخلة من طرف المستخدم. نقوم بحذف كل هذه الأسطر، ستجدونها إن شاء الله في الملف المرفق مع الدرس. نقوم بحذف، نترك عنوان المشروع ثم read key، نترك فقط تايتل التي تغير عنوان الكونسول، ونترك read key التي تقوم بإيقاف الكونسول. الآن سنطلب من المستخدم أن يدخل لنا اسمه ثم نعيد إظهار الاسم، بمعنى سيكتب اسمه بواسطة لوحة المفاتيح، فنأخذ هذه القيمة المدخلة ونخزنها في متغير نصي واضح إخواني، ثم بعد ذلك نعيد إظهارها. طريقة قراءة البيانات تكون بالاعتماد على الدالة readline التابعة لكلاس console console.readline. هذه الدالة readline هي التي تمكننا من قراءة المدخلات، والطريقة كما يلي: أول شيء سنطبع رسالة للمستخدم تطلب منه إدخال الاسم، وطريقة الطباعة رأيناها console.write. يوجد write ويوجد writeline. write تقوم بطباعة النص في سطر واحد وتترك المؤشر في آخر السطر، بينما الرايت لاين تعيد لنا المؤشر إلى السطر الثاني، السطر الذي يلي السطر الأول. console.write enter your name ثم نقطة فاصلة. نقوم بالإعلان عن متغير نصي لتخزين القيمة المدخلة فيه string نسميه name يساوي console.read line. الآن أي شيء سيكتبه المستخدم سنقرأه ونخزنه في المتغير المسمى name، ثم بعد ذلك نعيد طباعة الاسم console.write hello mister ثم ندمج هذا النص مع المتغير. طريقة دمج النص مع متغير تكون بواسطة الرمز زائد، ويسمى string concatenation operator، يعني رابط دمج النصوص. عندنا اسم المتغير هو name هكذا. الآن أي اسم سأكتبه ستظهر لي الرسالة hello mister مدموجة مع هذا الاسم الذي قمت بكتابته. ننفذ على بركة الله ونشاهد. لاحظوا enter your name خالد، سيتم تخزين هذه القيمة التي كتبتها خالد في الذاكرة في الحيز المسمى name في المتغير المسمى name، ثم سيعيد البرنامج طباعتها hello mister خالد. بمجرد ما اضغط على enter ستظهر hello mister خالد.
تعال بنا لنشرح الكود مرة أخرى. هذا السطر الأول يقوم بتغيير عنوان شاشة الكونسول، وهذا السطر الثاني يطلب من المستخدم أن يدخل اسمه. السطر الثالث يقوم بتخزين القيمة المدخلة من طرف المستخدم في متغير نصي اسمه name، والسطر الثالث يعيد إظهار اسم المستخدم المخزن في المتغير name مدموجا مع هذا النص مع hello mister، والسطر الأخير يقوم بإيقاف شاشة الكونسول. هذا بخصوص قراءة الأنواع النصية. ماذا بخصوص قراءة الأنواع الرقمية؟ الأمر بسيط جدا لكن يلزمنا تحويل. لاحظوا، سنطلب من المستخدم أن يدخل سنه مثلا، enter your age، ونعلن عن متغير رقمي اسمه age يساوي console.readline. هذا يعتبر خطأ، سيتم التصدير على هذا الكود بالأحمر. لاحظوا ما معنى هذا، يقول cannot implicitly convert type string to int. هذا يعني أن هذه الدالة readline نوعها نصي وهذا المتغير نوعه رقمي، وبالتالي يستحيل أن نخزن قيمة نصية في متغير رقمي. السبيل الوحيد إلى ذلك هو تغيير نوع الدالة readline من نوعها النصي إلى نوع رقمي، وتصبح عندنا هنا رقمي وهنا رقمي، فيكون من الصحيح تخزين القيمة فيها. طريقة التحويل هنالك طريقتان. الطريقة الأولى first way تقوم بالاعتماد على الكلاس int أو نوع int int.parse، ثم بين قوسين نكتب console.readline. الآن صار بإمكاننا قراءة القيمة المدخلة الرقمية وتخزينها في متغير رقمي h. قمنا بتحويل readline من نوعها النصي إلى نوع int عن طريق int.parse. الطريقة الثانية second way يكون هكذا int age 2 مثلا يساوي الكلاس convert dot to int. لاحظوا عندنا to integer 16، to integer 32، to integer 64. الفرق بين هذه الأنواع الرقمية الثلاثة هو حجم البيتات المحجوز في الذاكرة. هنا الحجز سيكون أقل، هنا متوسط، وهنا سيكون أكبر. نختار 32 خير الأمور أوسطها. هنا ثم بين قوسين نكتب الدالة readline التابعة لكلاس console، ثم نقطة فاصلة في الأخير، نقطة فاصلة. يعني هذه الطريقة الأولى وهذه الطريقة الثانية. سنحتفظ بطريقة واحدة، نحذف مثلا هذه، ثم نعيد طباعة ال h hello mister هنا الاسم، ثم نقوم بدمجها مع نص آخر your age is، ثم علامة زائد للدمج مرة أخرى age هكذا. سنطلب من المستخدم أن يدخل اسمه ونخزن الاسم في متغير name، ونطلب من المستخدم أن يدخل سنه فنخزن السن في متغير الرقم age، ثم نظهر رسالة تقول له مرحبا بالاسم المدخل، سنك هو السن المدخل. ننفذ على بركة الله ونشاهد. لاحظوا enter your name خالد، enter your age 24. لاحظوا hello Mr. خالد your age is 24. طبعا هذه أمثلة بسيطة، الغاية منها إخواني هو كيفية الإعلان عن المتغيرات، لأن هذه المرحلة هي مرحلة الأساسيات. بمجرد ما تتمكن من استيعاب هذه المسائل فالقادم أسهل وأسهل بكثير. لاحظوا كيفية الإعلان عن المتغيرات، أنواع البيانات، وكيفية الإعلان عن الثوابت، وكيفية قراءة المدخلات، وكيفية إعادة طباعة هذه المدخلات. إلى هنا إخواني ننتقل إلى الأسئلة. أسئلة الدرس كما يلي. السؤال الأول، لماذا نستعمل المتغيرات؟ ما الغاية من استعمال المتغيرات؟ السؤال الثاني، ما هو الفرق بين المتغيرات وبين الثوابت؟ والسؤال الثالث، ما هي أنواع البيانات؟ ويمكننا أن نطرح سؤال آخر، وما هي الأنواع التي ذكرناها خلال هذا الدرس؟ السؤال الرابع، ما هي الدالة المستخدمة في السي شارب لطباعة النصوص؟ والسؤال الخامس، كيف نستطيع قراءة قيمة مدخلة بواسطة المستخدم؟ والقيمة المدخلة يعني إما أن تكون نصية أو رقمية، اذكر الطريقتين معا.
إلى هنا أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.